موضوع كتاب كتاب سنية هاي عبادة توحيد العبادة أما توحيد كلمة الإخلاص صدح محور بيكون سنتها هاي قضية دا أيضا يا كتاب كورنبا بيكون سنية هاي تاسو قندقوا خلاف نوردح يهدان هاي الطائفة التوحيدية سنرجين إن شاء الله تعالى هي الطائفة الشركية القبورية الوثنية صدح قضب وخلاف كانوا كسر يسني هاي نيكي وهابي أما سنة أما سلف أنت أم فهمينا هذه يقول روح دعي إن مدخو قبوري أم وثنية وما لها كنا عن عليه ليس فهم واي لابد وإن نك موحد كأسكت حقيقيو حقيقة شرك العرب ضدك أهري النبي قاليسي وكج هذا كه الجمي عرب مشرك العرب وقريش بهاي نمانك شرك يا قال لماذا يكون دعين النبي قد يقول كبرنا يستي وكل كلها الجمي محوها وإن ليس ودي لابد من معرفة حقيقة شرك العرب وقضب قضب كلابات تعريف الشرك حقيقة الشرك ما هو شرك ومحاته وإن ليس لفهمه قضب كصدحات حقيقة العبادة ما هي العبادة صدح هذا قضب ودقال كأنه كسى ليسية ومر كان كهالينو شرك العبادة وشرك القبوريين شرك السياسي وينوضم بيا اللي اندقال كما أنت نقفه اللي أقب ضنبو كالصعداء آق شرك السياس الشرك السياسي بصعداء مثل حكم كقلائي مامولك يا نظام ك من قبورته قلاء وقليها الرمية كجبي الرتولوت كجبي من نوع شرك الرمية لكم مملك يا نظام خصية وحن نقدر أمريكا أصنع شرك العلاقات الدولية بها اللي إذا هذا وصل كل لجلة هي أصقنا مسألة الولاء والبراء تعطيل الجهاد الإسلامي بأصقنا آكل ونقف رنة أقوى نقب ذيهن تكفير من كفره الله ورسوله أصنع آكل أو فرن باجر دع الله بدن بأصعدة دقال لها سوى أقول لبضان صدح ذا قضيبا صوت المام صدح ذا قضيبا هو رادين يسلفها أنه وحاوي يحكضن بيا وارونانية حقيقة شرك العرب سوفيو يا وثنيين يا قبوريين الصوماليات يا غير كود بهنديدي يمنيين مشركين تاها كو عرب تاها عراق يا بغداد يا جوغي يا مصر يا شام لبنان حقيقة شرك العرب وحيليهين مشرك العرب شرك قوض وحاها شرك الاستقلال شرك الاستقلال بوها وحيئا من سنين بيليهين عربتو ونبي التكفيري ودي قضبنا يستوحيئا من سنين لا تأيهب العزة أي مناطية إسافية النائلة وحي أصنامي عابد الجريم بإني ضر ينعف أيه خالقين إن يهين ويأمن سنائين رازقين إن يهين بيأمن سنائين إن مستقلين مضح بنائيهين أو دبي دفع يقوليهين أو يسكب فيليهين أو أحنا أباهين بيأمن سنائين بيأمن سنائين بيليه مركز شرك العرب وشرك توحيد الربوبية خالق كلا جري خالق كلا الله تليا يأمن سنائين عرب بيليه وأسد يقبان وثنيين تسلام كشيكته وحي أمن سنائين بيلي أصنام تو إني وح أبورتو وحندي شو لبنا ليه ده دفنا ليه ده هاي كل جد نمدح بنان تي غني عن العالمين أنا وحان ليه شرك العرب نوعية بضم بها لكن كأوين إيه عرب لقوا قال إلهي كه الله رسول كنا كنت تكفيري شرك التصبب والتشفع والجهب آه وركوين نسبنا إلى طاي أنا وحان ليه عربي إلهي سبحانه وتعالى إنه جرء أو خالقيه أو رازقيه أو مالكه أدون كما ملوي من سنائين قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ويحيي الأرض من كبره ومن يدبر الأمر فسيقول الله قل أفلا تتقون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى
هذا الشرك وامحي وشرك التشفع وإنه شفع عقاده هيا إلهي بإنه أبري هيا ألا إنه دوين هيا لفوضا قر حيسانا إنا ألا إسكو في عين يغان لها الله إنا ضد ضد با الله قلاب إن دواغ نقيت با الله قلاي إلهي أنه فوض دم قلين كره إلهي يران أسهم مرا إنا وركاسي عربي لتاقنيت شرك ينا لغو قاليسي وكا أدران أما إلهي إنه كلي قادون كأبوري أسوغو ديري الدين بلاي يهي ليبيا ديف أسوغو لاي يهي رازق يهي مالك يهي عربي وي آمن سنين مرنا كميسا قمين قد يضع يضع توحيد الربوية وي رميسنايين لكن تفاصيل ير بعض تفاصيله بي شركة قلين سيدا ينقوها بعض تفاصيل شركة أنا وقال له تطير كي تنجيم كي وتفاصيل من تفاصيل توحيد الربوية شرك التوحيد توحيد الربوية لو يقان أما توحيد الخالقية الإسكابات الخالقية والرازقية والمالكية مالك واكما الله رازق واكما الله الضار النافع من هو الله ويأمن سنايين محي أيذين إلهي كلي بعبادة مضان بل أكرواي أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب وإذا قيل لهم لا إله إلا الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ما أقول إله التوحيد إلهي وحيدة لا كرواي كلي بريا كلي عابدة كلي ترسارتا أصغى كعب صدى أصغى سديبة مسألة سألو كرواي سيدا درتت بأن النبي وولي موسى دين عربك مرده إلهي قرطة قرأ إلهي إنو خالقي هاي إنو أصغو جيرو إنو أدونك أبوري إنو مامولو إنو ليبيا دفاسو لي هاي نبي وولي لما إمانين محليمد أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمن بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا مسألة التوحيد ما مسألة الخالقية مسألة الرازقية مسألة المالكية مسألة الضار النافع قيد ضيادة لقم وضها الله إلهي كلية حسن وحلق دروي أولية إلهي الله يسرعيوي ملائكية أنبياء الله الله سكود دروي هوشو أساس جاه أولية فضلية بركية أنه بركي سنة ناوي هؤلاء الكاسة كسرى سنتاي سوفي وحيكو إلى هذه عرب شرك يقولوا شرك الاستقلال بوها إله كلي آمن سنة مذح بنان رب مذح بنان وأدون كي عرب أبوري ورول إياه محمد أدون بأبوري وربك أصو كينو ودلي دين بكري إليه إله كلي آلهة كلي وأرباب وإله إلا أود ومذح بنان ومستقلين بي قريشي عرب آمن سنة دوي حتى هؤلاء افتروا على المشركين لا على المسلمين اسكبدا حتى اول ثاني انت عربيه المشركين تبا لو بين ابو رنهايا اسكدا نينك لو مسلم موحده كواسن بدبادين مربان ففاين دونا ومقدمه وهي قضيه دغال با كتا اسك حقيقه صوفي مركه هدي سدا يراهدين لبا ميد ان با ميشي كايمان ان عرب اي مسلمين هايين إلى المشركين أهل قبل الرسول قرآن كفو عدى عرب الشركية إنه سيدة أهين وإلهي إنه كلقيه حق مامولك حق وحبحنت حق الدلك حق أبورك إنه إلهي كلقيه وأمن سنايه وحي كبئين إلهي كلقيه بريئي عبادة متكبئين تاسل وكرواي إلهي إنه عبادة متوأم من سنايه لكن كلقيه متددين كلقيه لقود غلما هيا تاسل وكري واي او يوكو بابين هذي قريش مركز شرك الاستقلال ايسان كدعين على مذهب الصوفية قريش ومسلمين موحدين اوي تا مركز وحقيقة الشرك خلاف كتا اغن مهم جدا ايو حنجب حقيقة شرك العرب حقيقة شرك العرب ما هو الشرك وقال بك اللبان حقيقة الشرك ما هو تعريف الشرك عندنا وحاوي شركه ومركز لقصة اللغوية أو كوربين وتعريف النية
وإثبات شريك لله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، إثبات شريك لله في بعض ما يختص به. واحد عندك شك حق إله أوليه كلي قد أدوميس قيبك مضى سيسا شركة بريضة الله إسكالي دلي يدين الله إسكالي هنون يهدايا الله إسكالي أولاد بحين الله إسكالي قرقاري نصر لكنا الله إسكالي إلهي وحو خاص أوليه قد أدومها أما الجن أما إنس أي ملق أي الرسول أي أنبياء تسوي ساسا نقول حقضنا سيدا أهي قريشي عرب إلهي إنه خالقها وأوغلاين إنه رازقها وأوغلاين أنه الدار النافع وأوغلاين أنه المالك المدبر للأمور وأوغلاين، لكن حق برياء أما عبادة أما خشية أما توكلة أما الرغبة بإلهي غير كيسيين فكفروا بذلك. إلهي حق أسكو خاص أوليها ضل أضومها متك مضى سيسو أما أوغلاته كاسي وحات كدكت الشريك إلهي لو ذاك حق أصدقه خاصك. قد يضعنا هالكاسن مري سوفي محيث المشركين الصوماليين والعرب والهنود ومن في الأرض من المشركين وحيد هذا أبدا. شرك وامحي وإثبات رب مستقل، وإثبات رب مستقل بالخالقية والرازقية والضر والنفع، مستقل مستغن بالذات. وإن أصدقته إلهي الله مدأه وأسنى دونك أبوره مامله وحدله وحداية أحنا أم باهنين اسكفلا مركز أصدقته يا شرك كل عضي. هذا إلهي غير كيبريضه أما استغاثته أما أذكر بفيد أسقى ويديسته أما أدهداية ويديسته أما أدهلمي أبد ويديسته أما أدهقرقار يقول ويديسته حق أن أذن آمن سنين إنه خالقي هاي روح أضوح ودي سنيس، أذن آمن سنين إنه رازقي هاي إنه مالقي هاي إنه مدبري هاي شرككم أذن دعين. فمن سجد لسنم بحروفهم، فمن سجد لسنم ولم يعتقد فيه الربوبية والخالقية والرازقية والمالكية لم يصير كافرا، لم يصير كافرة. هذا صنم كبودا أسجوده يا أصنام تكنا إستن كن يا الله يا متك جينا مول يا الله أسجوده وحن راه إن محد كأمسن تك رجح ويا لكن حوا بركة سنة هي قال ما تدك كله وفي عن تروسع الله كبرك أولي الله يديك بتروسع ولك هل تجين لسلامين جدا قضية وقضية على كسر لكن لمن أنا أشوفها سنين ونكوكر وكتب أيام التوحيد يا أيما النجدية كورقبة يا الذين لقينني مالك يا الذين صارين ببريها أنت مفروض اللي قليي على القدون بحاية. المهم عبادة كتب ما هي العبادة وخلاصير ومربين وشرح دورنا إن شاء الله تعالى ما هي العبادة. دعالك قلبك صدحة تعريف العبادة ما هي حقيقة العبادة إلا وحان العبادة الله أوليه إنك أحد كلاسي وقالوا بيه عبادتها تتألم يا أحد كلاسي سأت قالوا بأما المشرك نغم محيطها لغة هانكها اللي ما إنه تعاريف بلنبا لقب حشي فعل المكلف على خلاف هوى النفس تعظيما لربه وذلك تعريفي العبادة وفعل المكلف على خلاف هوى النفس تعظيما لربه وروح مكلفك وعمل لي مادة خلاف سن نفس دونيس نفس نفس حطب اسكربا إنه بيها إسكعب تيربتا إنه حاران إسكعب شوقت تيربتا إنه صلاة تكنين إن لدايو يحرن قوته وحي دوني هصم إيسا نفت دونيس فالبا الله إمان إيسا نفت دو إيسا دونينين فالكا نفت أي ديدان تيوحى أولتهم تعظيما لربك. هذه العبادة ودا دايري ربك هذا وينيسا علم وحيدة وامح العبادة وفعل ما يرضي الرب وإن أتصم يسوح على الرهالي قرينة يا سبحانه وتعالى. قل لك لو حيدا تعظيم يقصد به الزلفى من الله سبحانه وتعالى والنجاة في الدار الآخرة ووينين عباد مركز كأي حدونتيد وتعظيم هي التقدير لو قل ليها إلهي لو قل دواد آخرا نار لقبت بادو وذا دو حيدا هذا وتعارف كل سحوه
فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ورسوله ابتغاء وجه الله إلهي وحو كفرود سميسو وحو قاري بود كتكتو أضوء الله درتي أجيه هذه العبادة وذا دايري. تعريف ابن تيمية هو الجامع المانع في رسالة العبودية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تعريفك هو الجامع والمانع ضرطا وعكسا أقيم بضان. عبادة ومقع أرورنية حنبارنية وحكى استوى الله وشعليه أما قول أما فل سمية أما عمل قلبي يكدعى أما أدمها لقسمي أما قلبي يكيم خوف رجاء تعظيم تقدير إجلال رغبة وح قلبي يكدعى هالنقض فل سمية هالنقض وارد أفكال إلى هالنقض مربى هدويه وحو الله شعليه وعباده سواء كان عملا ظاهرا أو باطنا. هل كاس أن نغمر؟ هذه تعريفات العبادة عند أهل السنة والجماعة. مشركين تمحيدة هذين وإن لحفاموي العبادة وحيدين أبدا سامة وحيدين أن كل ما يسمى عبادة لا يكون عبادة إلا باعتقاد الربوبية في المعبود وأنه مستقل بالنفع والضر ونافذ المشيئة بذاته بدون حاجة إلى الغير. أحد قد سجود يسو أما أدبر يسو أما الركوع يسو ما كان من سنته ربي قدون كان مامولين وياه ما يا وحاض ما ها عباده هذان أولياء بريو أن جيدها بريو أن الركوع أن سجود أن كطوافه حلينا رب محاضهيت محد كان أمس نجيت كان يا قبر كان أظن إلهه صالح أن بركة سان هيو أن معها أي وجه يكسي قبر سان هيو أن الله أصي مرة هيوه وأثي عنته ورأي سعه ما واحد كان من سنة الشيخ ويز يا شيخ عبد القادر أدون كأنا أيوة أبو ريد أي مامولان أي مدح بنائيهين أي أرباب متفرقون يهين ما يا محد كان من سنة هاي أظن ما إلهي أبو ريد أو مخلوقين إلهي أكتس الجاه يا شرف كله أم بركيسان هايو فايل كيجي إيو أيجا بريادة ضن سكدر هيا إيو وتشو جودة كده من والله صوفر مين هيا وقت في عنتر دبر كلاجات تابن هيا وينو كلا تجنزهم أنه حالنا هذا هو حقيقة شرك كالف تركيزة هو شرك العرب وشرك قريش كات كنا رجال يسان كوي صد حرام محور ما هو حقيقة شرك العرب حقيقة شرك حقيقة العبادة صدح ذاقوا هذا نسكت حقيقي جنين أضي كوتا لما جدك بحيسو مسألة كالي علماء المسلمين تا قبل هؤلاء الوثنية انت يسان إيمان ننقرق طبنا ذوحي حقا كاها قرنق سيديداد وحلا خلدول الله بين مويين بعض الأشاعر وحلا بين مويين ومضوا أشعري قودا إيا جهمي قودا إيا سليف قودا سنة كاها قضوا بيسكو وافقين باجرة أو إلهي سبحانه وتعالى وحي الرسول أي أنبيض صدر رنبا أو مصدر أمضى إنا يبران إلهي إنه خالق يهي رازق يهي مالك يهي نافع يضار أصغو يهي لو مصدر أفي الله شك فاطر السماوات ولا إن سألتم قرآن كأخري ما يشهد دونتو عركوا محال لو صدري وحال لو صدري لتعريف التوحيد إلهي إنه كلجي عبادة متو حقوقا وسو كلجي إليه هاي إن أحدنا اللي قل الله دين وحكى الآن للراعين قد يضع يضع حتى الأشاعرة التقريرية. الإمام أبو القاسم حسين محمد الراغب الأصفهاني كتاب كسلوية قال إن الذريعة إلى مكارم الشريعة الصفحة بقول باتريا كو وحوليه هاي الأنبياء من أولهم إلى آخرهم لو مصدرين ضدك إنا يبران على وجود بوجود الخالق وأنه الرازق والمالك والمدبر لأن هذا ومعلوم بالفطرة شيء لو بهنيا إن لقاها الله ماءها إن حقوق ذا قيبة كم إذا يتفاصيل أحكام لرناش ناشو أو لفافهي أو لحرنا والغيابة لكن أضوم ذا إلهي إنو جيرو اعتراف أقاذا أدونك أصدق إنو ماملو أقاذا دين تاسال الله صدره الله الصعدة
لو ما صدرين بروش أيضا، لأن هذه المعرفة ومعرفة فطرية خلقية، وحال لو صدر والمعرفة المكتسبة التوحيدية إله إنا الشرك جاك أنفياء كلين حق وقضان بالله صدريبور وأشعري وين صاحب المفردات القرآن إنك إسكالات قرن يساوم. العلامة عبد الكريم الشهرستاني من محققي الأشاعرة إعلوي لهان كان أعلم بالمقالات والنحل والمذاهب من الرازي وغيره. أبو الحسن الأشعري مينين فنقان كقفي عنا مجرو يوحولي هاي أصغنا نفس الشيء بمرايا كتاب كيس النهاية الأقدام في علم الكلام صفحة بقول لباطني صدح إلى لباطن بقول لباطني أفر وحولي هاي لو ما هوش هول جرت أبور وحان باريب ويدتك وحي عقائد يدماء من سيهين فلم أقف على طائفة منكرة لصانع أبور إلهي إنه خالق يؤدون كأصوق مامله أحد آدم أديدا لا في القديم ولا في الاحتمال نهي لنبور قليها أبا ذنو إسواري يوحان هلا قليه يجيبوري أدون كان مركا اللي دا يا أبوري وحيلا مو قرحي قرح وين با مرضعي كدبنا أدون كان السماي اسمي وحكا استانا بخت النصيب بوكو دعاه ما قلعون بيخربين بخت النصيب كي يا ربي ودي أبوري قرح وين رعيبا وربي أبوري ربي قوم بي نوعك الأشيقين ويقابك الأشيقين نن مسكح لك جرو وعلى المويه آدم وإن كان وثنيا قبوريا أن أغين مجرب إله وخالقي الرازقي مالقي صادرت بان أنبياء الله صدرين حقيقة إسكا معلومة إنا وقتك بحيان بضان أصنا صار سؤرانية وحاكوي مد نك الله إلى هذا أبو البركات الأنباري كتاب كيس الداعي إلى الإسلام وحو أصغن إليه صفحة بقول سقاشني السقال إلى صفحة الله بقول يكو نفس الشيء بوله وحكو دري وهذا لا خلاف فيه بحروفه وحوليه قضية توحيد الخالقية والرازقية والمالكية والتدبير هولها أن إن قال إسلام بأن مرن كجر لا خلاف فيه بوله مرن ملا تاسلس كل قين ما هي محان سوفي اسكوها هنا وريلهي كلي قال العابد حقا أصغن له داي ما يا أوليها القدر إليه أوليها لقى الريبن يعني لبها الدرين اسكهر ما يأقلو وإذن سيدي قضب كاسال اسكهايا. ومن العجب فخر الدين الرازي وأساق اللفتر كيس اللي قد تكفيري إنه مشرك أها أساق اللي قد تكفيري شركي الدعوة إلى الكواكب والنجوم والسحر والطلاسم أياوح تعريفين يا شرك العرب ما هو مسلمين تمان دوني دجوغ إسلام كشيكت أولياء دبارية قبورتنا وينية شركي كرد عان ما كي عرب لغو قالي سيا مسواه كل أسيا بك الله كتاب كيسا تفسير كأ مجلد كالليحاد لبابق اللاباتان يتضبو إيوها دانا بوغ كالي أصدح بقول لحدان يلابو إنتو وحكو عضينية أولياء هاي ولم يدعو أحد إلى معرفة الله تعالى أنبياء ضرًا من قديمهم إلى حديثهم من أبينا آدم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولم يدع أحد إلى معرفة الله تعالى بل دعا إلى توحيده إلهي حقي سهل القراء وأصوين جرهل أقاذ أحد نبي أمضى أقوية رام أقباقي مجربه حقا لسكو قباقي وعلى لسكو قباقي التوحيد نفي الشريك أنه لا شريك له مجلد كتضباب صفحة الله بقول يا أفر وحكوليه ويعبدون وفسيره يا آيات التفسير كذا فيري تفسير الكبير كسكوية الله مفاتح الغيب إمالك استبر ضوبا فيري ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم مالك سكسوالي ما لا ينفعهم ولا يضرهم مركو كسوها الله آيات انت قابله لو شريك يلو يوحيد ونذيره شركك عربيد وحال لمذا في هذا الزمان بحروفه اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله وحول وحال لماذا شركك عربيت لقونا قالوا بآياتنا إكاها ليسو كما أنت أدونك كارد عدد بضان ومسلمين أي سميان ومحوية قبورتي وينية أي بركيستان أي أضوافان أي أديقان أيقو الرجينية إن مقبورك ينينك قبل كجر آخر وشفع عقاب سو شركك أني ماها أو شي صومالية أو شاسي ماها
وحوليه وحان كلوا ماشي عالم إسلام إلى هندي أن تجيبه أصدق أورن هاي وأن لقي وحان سكون مرة عالم كورن بانطواف إلى أدغال هندية يان قليبوري فلم أجد أحد ينكر الله سبحانه وتعالى لبكو حاوي إلهي كل جهال عبده ما يوحى الله رو جد كجابن جد كدير جد جابن بالو كراي هاو شال السيم مريو وركاس لو كلا بحي كدو حكو جب جبي وإنما الشأن في عبادة الأوثان فإنها آفة عمت أكثر أطراف الأرض وهكذا كان الأمر في الزمان القديم بو إذن أشاعره وما أنا وهابي حوكس وقرن من وهابي هنضم بيسبا وهابي سنية سلفين أشاعره أيضها استكفير سايس قال يسيس إلا أيضها سحكم طي أو شاء آدن لو حقائق دا صدح دا آدن لو فهموش.